السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناتكم سعد ويب. خوكم سعيد، والفيديو اليوم واحد الفيديو سبيسيال اللي غادي يكون خاص كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو. غادي نعتبروا عندنا واحد 20,000 درهم، جوج المليون، شنو نقدروا نديروا بها في المغرب؟ وهذا الشيء هذا ما نقولوش لكم انايا شنو تقدروا ديروا بها، بل حتى انا غنستافد معكم. اللي غادي يجاوبنا على السؤال هذا وهو الاي اي، هو الذكاء الاصطناعي. علاش غنعتمدوا؟ غنعتمدوا على اكثر موقع لتوليد النصوص والدردشه التلقائيه احترافيه الان، وهو شات جي بي تي. شات جي بي تي اللي هو واحد الاختصار ديال جينيريتيف بري ترينينغ ترانسفورمر، اللي هو واحد البرنامج ذكاء اصطناعي مدرب بشكل احترافي على الكونفرساسيون وعلى توليد يعني الدردشه وايضا توليد النصوص بشكل تلقائي، ويعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. بحال يبارك مع واحد صاحبك في القهوه واي حاجه سولتي غادي يجاوبك فيها، اي سؤال عطيتي، اي دردشه بديتيها معاه غادي يجاوبك بلا حتى شي اخطاء لغويه ولا يخرج خارج السياق. الا خرج خارج السياق عرف بلي السؤال ديالك نتايا اللي ما مفهومش، ولكن تقدر انك تبقى غادي معاه في الهضره وتسولو بشكل محدد حتى لبان لك خرج، رجعو نتايا لصلب الموضوع. وهادشي غادي نشوفوه في الفيديو ان شاء الله كيفاش نتعاملوا مع الشات جي بي تي. كيف قلت لكم غادي نستغلوا الشات جي بي تي باش نعرفوا جوج المليون شنو نقدروا نديروا بها من المشاريع في المغرب. مشيوش بعيد، الفيديو اليوم غادي يكون فيديو مفيد وزوين بزاف، تلاقاو بعد الانترو. السلام عليكم من جديد. الفيديو اليوم كما محضر ليه غادي نمشيو داك الشيء ايطاب باي ايطاب بشكل مباشر معاكم. فهذا هو السيت ديالنا شات جي بي تي، الا ما مسجل فيه فطريقه التسجيل ديالو ساهله، ان فوا دخلوا لشات جي بي تي، الرابط ديالو في الديسكريبسيون، غتسجلوا حساب وغتدخلوا ليه. لي زوين في هذا الموقع ديال شات جي بي تي هو انه واحد الموقع اللي كيدعم حتى اللغه العربيه، يعني تقدر تسولو اي سؤال باللغه العربيه ويجاوبك على حسب الباكاج اللي عنده ونسبه التطور ديال الذكاء اللي اكتسبها من هذه الخدمه كامله اللي كيدير. وكنسمع باللي شات جي بي تي 4 اللي غادي يخرج قريب غادي يكون مطور ب 500 مره من شات جي بي تي 3. باش ما نطولش عليكم دعوا على بركه الله، نتوجهوا للشات لتحت غادي نكتب ليه في ماذا يمكنني استثمار مبلغ في المغرب. اوكي، قال لك يمكن استثمار 20,000 درهم في المغرب في الخيارات التاليه: الصناديق الماليه، استثمار في العقار، استثمار في الاسهم، استثمار في الذهب، والاستثمار في الادوات الماليه الاخرى. من المهم ان تقوم بالبحث والتأكد من أن الخيار الذي تختاره يلبي متطلباتك ومصالحك المالية. نحول ليه كلمة استثمار لكلمة مشروع، نقول ليه ما هي أحسن المشاريع المتاحة المغرب بهذا المبلغ. دابا كنهضر معاه، دابا عارف فاهم علاش كنهضرو، عارف باللي حاليا باقي في المبلغ ديال 20,000 درهم، لذلك كتبقى في نفس الباج كتبقى تحاور معاه بحال ما هكا بلا تبقى تعاود ليه نفس المعطيات. شوف واش غايقول لي. اوكي، قال لك لا يوجد خيار واحد افضل لجميع الاشخاص عند استثمار 20,000 درهم في المغرب. كل شخص يحتاج الى التاكد من ان المشروع الذي يختاره يتناسب مع مصالحه الماليه ومتطلباته. كلام جميل. بعض الخيارات المحتملة للاستثمار في المغرب على سبيل المثال: عطانا الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار في التجارة الإلكترونية، الاستثمار في الزراعة والإنتاج الزراعي، الاستثمار في الصناعات السياحية والضيافة، يعني بحال داكشي اللي كيحتاجوا الفنادق إلى غير ذلك. من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل تحديد السوق والمنافسة وأهداف الاستثمار الخاصة بك. يوصى بالتأكد من المصادر الموثوق بها والتحدث مع مستشار مالي أو مستشار إداري قبل القيام بأي استثمار. كلام جميل. نختاروا شي واحدة من هنا ونسولو عليها، مثلا بحال الاستثمار في التجارة الإلكترونية. غادي نقول ليه كيف يمكنني بدء مشروع تجارة إلكترونية في المغرب بمبلغ، ولا بلا نقول مبلغ صافي، كي عارف كيف يمكنني بدء مشروع تجارة إلكترونية في المغرب. اوكي، نسولو شو واش غايقول لينا. اوكي، قال لك لبدء مشروع تجارة إلكترونية في المغرب يمكنك التخطيط والتنفيذ خطوات التالية: اولا تحديد
النوع الخاص بالمنتج أو الخدمة التي ستبيعها. مزيان، تحديد المجال الذي ستبحث عنه وتبيع المنتجات أو الخدمات فيه، يعني فين غتبيع المنتوج ديالك. عاد باش من بعد غتحلل السوق، تحليل السوق، تحديد المنافسين وتحليل تحديد الحاجة إلى المنتج أو الخدمة الخاصة بك، يعني شنو هي الحاجة اللي محتاجها السوق باش انت تختار المنتوج المناسب لها. مزيان. ثالثا، إنشاء موقع التجارة الإلكترونية، تحديد مزود الموقع وإنشاء تصميم الموقع، تصيب الموقع ديالك وتلقى اللي غادي يورد لك المنتجات، وعاد باش تصميم الموقع. إدارة، رابعا إدارة المخزون والتوصيل، تحديد طريقة إدارة المخزون وتنفيذ التوصيل، داكشي ديال الديليفرين خاصك تا هو دير ليه الحساب. عاد باش خامسا، تسويق المنتجات أو الخدمات، تحديد طريقة تسويق المنتجات أو الخدمات، خاصك دير الماركتين. مزيان. سادسا، تحديد نظام الدفع، تحديد طريقة الدفع، المبالغ التنفيذية. عاد باش من بعد خاصك تختار كيفاش غتم عملية الدفع، واش تتوصل المنتوج عاد باش يعطيوك أو لا يخلصوا في الويب سايت إلى غير ذلك. مزيان، هذا كله هضرة مزيانة. من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية والضرورية لإنشاء شركة وتطبيق القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المغرب. من المهم أيضا التحدث مع مستشار إداري أو محامي للحصول على المزيد من المعلومات باش تتفادى المشاكل القانونية إلى غير ذلك. مزيان، هذا الشيء كامل هضرة مزيانة، لكن غيبقى السؤال عندي أنايا، أني دابا فهمت خطوات، كيفاش غنلقى المنتوج ومنين غنشريه؟ قاعد شي خصني نعرفه، فغادي نسول الروبو، غادي نقول ليه ولا شات جي بي تي، غنقول ليه من اين يمكنني الحصول على منتجات داخل المغرب، ولا نخلي ليه مفتوحه بالجمله، نخليها داخل المغرب، نخليها بحال ما كان مفتوحه، حتى من بعد ما شفت الجواب ما عجبنيش نقول ليه من داخل المغرب. قال لك يمكن الحصول على منتجات بالجملة من المصادر التالية: أولا المصانع المختصرة، ممكن يكون قصد المختصة، مهم مختصرة، تتوفر العديد من المصانع المختصرة التي تعطي الشراء بالجملة للمؤسسات والتجار الصغار والكبار بحال اللوزينات وذلك الشيء. ثانيا المصدرون الخارجيون، توجد عدة شركات خارجية تعمل كواسط بيع المنتجات بالجملة، كاين شركات كيتوسطوا باش ياخذوا منتجات من شركات ويبيعوهم لك انتيا بالجمله. عاد باش ثالثا المعارض التجاريه، يمكن الحصول على منتجات بالجمله من المعارض التجاريه والمؤتمرات التجاريه. رابعا المواقع الالكترونيه، يمكن الحصول على المنتجات بالجمله من خلال عده مواقع على الانترنت المختصه ببيع المنتجات بالجمله. هناك العديد من المصادر الاخرى والمختلفه، ومن المهم ان تجدد البحث والتحقق من الجوده والاسعار قبل اختيار المصدر المناسب. مزيان، دابا غادي نسولو منين نقدر نلقى مصادر باش نشري من داخل المغرب، ولا نقدر نسولو على البلايص، اماكن التي، ما هي الاماكن التي يمكنني شراء منها منتجات بالجملة داخل المغرب. اوكي، قال لك يمكن شراء منتجات بالجمله داخل المغرب من الاماكن التاليه: اولا المعارض التجاريه والمؤتمرات التجاريه، توجد عده معارض تجاريه ومؤتمرات تجاريه داخل المغرب حيث يمكن الحصول على المنتجات بالجمله. ثانيا المصانع المحليه، توجد العديد من المصانع المحليه التي تبيع المنتجات بالجمله للمؤسسات والتجار، ايضا التجار الجملة، يوجد عدة شركات ومخازن تجار جملة داخل المغرب حيث يمكن الحصول على المنتجات بالجملة. عندنا المواقع الإلكترونية، يمكن الحصول على المنتجات بالجملة عبر عدة مواقع على الانترنت داخل المغرب. اوكي، قال لك عاوتاني هناك العديد من الأماكن الأخرى والمختلفة، ومن المهم أن تجدد البحث والتحقق من الجودة والأسعار قبل اختيار المصدر المناسب، كيف ما قال لنا في الرد اللي فات. مزيان، دابا عرفت منين نشري، دابا غيبقى لي
كيفاش نختار البرودوي، راح نسولو كيفاش نقدر نختار المنتوج المناسب. حسنا، كيف يمكنني اختيار المنتوج المناسب لبيعه؟ اوكي، كيف تختار المنتوج المناسب للبيع؟ قال لك سيدي، اولا تحديد النوع المناسب من المنتج. يجب عليك تحديد النوع المناسب من المنتج على اساس ما هو مطلوب بين العملاء وما هو متاح على السوق. يعني خاصك تشوف المنتوج اللي كاين في السوق وفي نفس الوقت مطلوب من الناس، باغي كيبغيو يشروه الناس. مزيان. ثانيا، البحث عن الاسعار والجوده. يجب البحث عن الاسعار والجوده المتاحه على السوق قبل اختيار المنتج. هذه مهمه بزاف. وي، خاصك تختار السعر والجوده يكونوا متوافقين. ما تشريش شي حاجه مثلا رخيصه ولكن لها علاقه في السعر ديالها، وما تشريش شي حاجه اللي الجوده ديالها زوينه ولكن السعر ديالها مبالغ فيه ولا غالي. خاصك دائما تختار السعر القليل وفي نفس الوقت عنده جوده مزيانه باش يعجب الناس، في نفس الوقت تلقى الهامش ديال الربح عندك طالع، وفي نفس الوقت تبيعه بثمن اللي يكون مناسب للناس، يعني ثمن نهائي غادي يطرح في السوق. ثالثا، تحديد المصدر الامثل. يجب التاكد من المصدر الامثل وجوده المنتج والاسعار والشحن. يعني مين غتشري؟ خاصك دائما تشري من مصدر اللي مزيان، اللي غادي يوفر لك جوده في المنتج وسعر مناسب وايضا شحن مزيان. رابعا، الاستعانة بالتقييمات والتعليقات. يمكن الاستعانة بالتقييمات والتعليقات للعملاء السابقين لتحديد كفاءة وجودة المنتج. خاصك دائما تجرب، يا اما لشريتي شي منتج تجربه هو الاول باش تشوف التقييمات ديال الناس عليه، او لا تقييمات سابقة ديال الناس ديجا شراوه باش يعرف واش مزيان ولا خيب قبل ما تونغاجا في شي منتج. يعني ما تشريش بعينك مغمضين، هادشي اللي بغى يوصل لنا. خامسا، اختيار المنتج. يمكن اختيار المنتج للتاكد من جودته وكفائته قبل شرائه للبيع. هذه مزيانه حسب ما فهمت، واللي كيقصد انك خاصك تشري المنتج واخا غير كونتيتي وحده وتجربها وتتاكد انها مزيانه وكتطلب وكتلبي الاحتياجات ديال المستهلك وكتصلح لي فعلا هذاك المشكل اللي محتاجه على قبلها، على قبله كوستمر ولا المستهلك قبل ما تشري الكونتيتي الكبيرة. هذه حاجة منطقية. هذه هي بعض النصائح الأساسية المهمة لاختيار المنتج المناسب للبيع، ولكن البحث المستمر والتأكد من الجودة والأسعار هو الأساس للحصول على النتائج المرغوبة. كيجيني هذا الرد هذا مزيان وناسب ووافي وكافي. دابا غادي نسولو ما هو المبلغ المناسب لبدء التجارة الإلكترونية في المغرب. ما هو المبلغ المناسب لبدء مشروع تجارة إلكترونية في المغرب؟ واخا كتبت ليه المبلغ بالعين، الله يفهمها، كنظن أنا أقدر يفهمها. صراحة السؤال اللي طرحت ليه انطلاقا من الرد اللي عطاني بيلي بحال السؤال غبي اللي عطيته. شوف الرد شنو قال لي. قال لي لا يوجد مبلغ محدد يعتبر المناسب لبدء مشروع تجارة إلكترونية في المغرب. المبلغ المطلوب يعتمد على المتطلبات للمشروع. على سبيل المثال، اولا انشاء موقع تجارة إلكترونية، المبلغ المطلوب يعتمد على تكلفة انشاء الموقع التجارة الإلكترونية وتطويره. ثانيا، الشحن والتوصيل، المبلغ المطلوب يعتمد على تكلفة الشحن والتوصيل للمنتجات. ثالثا، شراء المنتجات، المبلغ المطلوب يعتمد على عدد وثمن المنتجات المطلوب شراؤها للبيع. رابعا، التسويق والإعلان، المبلغ المطلوب يعتمد على تكلفة التسويق والإعلان للمشروع. وخامسا الأخرى، قد تحتاج إلى المزيد من الأموال للحصول على تخصيصات والإضافات وغيرها. رد منطقي، والله رد منطقي. في النهاية يعتمد على الخطة الشخصية للمشروع ومتطلباته والأهداف المحددة، كما يعتمد على المبلغ المتاح والمدخول الشخصي. رد منطقي، ما كاينش مبلغ مناسب. داكشي كيتعتمد على شنو انت بغيتي تبيع عاد باش داكشي اللي محتاجه باش تنشئ هذا المشروع هذا. فانا غادي نقول ليه ما هو اقل مبلغ لبدء مشروع تجاره الكتروني في المغرب. شوف شنو قال لي. قال لي لا يوجد مبلغ ثابت يمكن يعتبر الادنى لبدء مشروع تجاره الكتروني في المغرب. يمكن بدء مشروع تجاره الكترونيه بمبلغ صغير بالاعتماد على عده عوامل. على سبيل المثال، اولا الاستخدام الذاتي للهواتف الذكية او الحواسيب اللوحية لتصميم موقع وادارته. يعني تعتمد على راسك باش تصيب موقع، هذا غادي يقلل لك من التكلفة باش تنشئ هذاك المشروع.
يعني غتصيبوا راسك الموقع ولا غادي تصيبوا الراس. ثانيا الاعتماد على خدمات الشحن والتوصيل المجانيه، يعني بعوض مثل انك دير شيبين بشركات اللي غاليه ولا شركات كتطلب فلوس، تقدر تعتمد على خدمات الشحن للتوصيل المجاني ولا التوصيل يكون منخفض كحاف ما كاينش حاجه مجانيه. الاعتماد على خدمات الشحن اللي كتكون منخفضه الثمن ديالها. ثالثا الاستثمار في منتجات بثمن منخفض للبدء، يعني الاستثمار في شي حوايج ولا في منتجات اللي رخاص، ماشي شي اثمنه اللي غاليين اللي باش تشريهم بالجمله غيطلع من طلب منك واحد المبلغ كبير. ورابعا تجربه التسويق الالكتروني والاعلان عبر الانترنت بدلا من الاعلانات المدفوعه، يعني جرب التسويق غير في الانترنت شي حوايج اللي فابور عوض انك دير خدمات مدفوعه باش تسوق المنتوج ديالك. على الرغم من انه من الممكن ان تبدا تجاره الكترونيه بمبلغ صغير، لكن قد يحتاج المشروع الى المزيد من الاموال في المرحله الاخيره لتوسيع عمله وتحقيق الاهداف المحدده. صراحه استفدت من هذه الردود هادو، وكانوا ردود منطقيه وعرفت شي حوايج اللي ما كنتش عارفهم، ولا فتح لي عيني اللي شي حوايج كنت مجاهلهم كثر انهم اشياء اللي بسيطه فما كنردوش لهم البال. الا عجبتكم هذه الفكره هذه وبغيتنا نديروا شي فيديو خاص بالتجاره الالكترونيه ونحاولوا نعطيوه كاع داكشي اللي محتاجين باش نديروا موقع ولا مشروع تجاره الكترونيه، نديروا شي فيديو خاص ونسولوه من ا زد على التجاره الالكترونيه باش نعرفوا كيفاش نبداو ونجزوا مشروع تجاره الكترونيه على حقه وطريقه. هذا كان فقط واحد التجربه للشات جي بي تي وشنو يقدر يعطينا من معلومات على شنو نديروا بمبلغ 20000 درهم في المغرب. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا وتكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ما تنساوش واحد لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والله يعني.